دخول نفس الشركات المصنعة للسعودية، هل هذا بيستفيد منه المستهلك؟ يعني بتصير الأسعار متوازنة، والوكلاء اللي قاعدين يرفعون الأسعار هذول بيطلعون من السوق يعني، أو بيكونوا أو بيمشون ويتماهون مع هذا السوق؟ لا أعتقد، أعتقد أن قطاع وكالات السيارات هو قطاع كبير، والسيارات المصنعة اليوم لديها رضا تام عن وكلائها في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى وكلاء في الخليج، لأنهم يقومون بتسويق كم هائل من السيارات لا يستطيع أحد أن يسوقها. هذا من جانب. من جانب آخر، قد يكون هناك تطور في قطاع صناعة السيارات، ولكن يجب أن لا نتفائل كثيرا في الفترة القريبة، بل يجب أن نركز على أن ننقل هذه الصناعة إلى السوق السعودية بغض النظر عن نوعية السيارة، ولكن دعنا نبدأ أولا نضع الخطوة الأولى في تصنيع السيارات، وهذا لن ينعكس إيجابا فقط على المستهلك، بل سينعكس إيجابا على البلد عموما. نعم، على البلد عموما، وهذا أمر غاية في الأهمية، خاصة وأن اليوم في رأس الخير لدينا قطاع تصنيع المعادن، وبالتالي يكون أساسيات التصنيع متوفرة، إضافة إلى بعض مخرجات منتجات سابق اليوم التي تصنع منها أجزاء كثيرة من السيارات. إذن لدينا القطع الحقيقية التي يمكن تصنيعها، وبالتالي نحن في أمس الحاجة إلى استقطاب بعض الشركات ودعمها لبدء صناعة حقيقية في السوق السعودي.